صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية، نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية ونستعرض معكم أبرز المواضيع التي تفاعلت معها على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع العناوين. حكومة اليمن تشيد بإطلاق التحالف عملية حرية اليمن السعيد وتعتبرها مواجهة للمشروع الإيراني. توازياً مع انعدام غير مسبوق للأمن الغذائي، إعلان أممي بمجاعة غالبية الشعب السوري. أمام انهيار العملة الكارثي، اللبنانيون يستغنون عن سلع غذائية أساسية. العراق يرصد نحو 8000 شائعة العام الماضي، وأوروبا تطلق ديفاكتو لمكافحة التضليل الإعلامي. قبل أيام من بطولة أستراليا للتنس، اللاعب الصربي جوكوفيتش يعتذر عن خطأ وكيله والقرار للهجرة. دعوات للتحقيق في خرق رئيس الحكومة البريطانية، إجراءات الوقاية من كورونا في فترة الإغلاق الأولى. بداية هذه الساعة مشاهدينا موجز بأهم وآخر الأنباء. دعت تنسيقيات لجني مقاومة الخرطوم إلى مظاهرات جديدة اليوم، وقالت في بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين إنهم سيسيرون مليونياتهم الواحدة والأخرى حتى يصلوا لمبتغاهم في دولة الحرية والسلام والعدالة. بدوره قال سليمان صندل حجار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان، قال إن الحل الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار. حثت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز على إجراء الانتخابات الليبية بحلول يونيو المقبل، ذلك خلال مقابلة لها مع قناة CNN الأمريكية، كما وطلبت بإعادة العملية الانتخابية لمسارها الصحيح بأسرع وقت ممكن، مشيرة في ذات الصدد إلى أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي. قرر وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إحالة عدد من الكوادر والقيادات الأمنية على التقاعد الوجوبي، وقالت مصادر الحدث إن عدد المحالين على التقاعد يبلغ 18 شخصا، من بينهم مدير عام سابق بالداخلية ومشرفين أمنيين على سفارات تونس بالخارج إلى جانب 3 كوادر من الحرس الوطني. يأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة وزارة الداخلية واستبعاد شخصيات محسوبة على حركة النهضة، وتتزامن هذه القرارات مع دعوة أطراف وأحزاب مناهضة لمسار 25 من يوليو على رأسها حركة النهضة للنزول إلى الشارع الجمعة المقبلة احتجاجا على ما تصفه بانقلاب قيس السعيد على الدستور والشرعية. نبدأ تفاصيل أخبارنا السياسية بالشأن اليمني، حيث أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بإعلان تحالف انطلاق عملية حرية اليمن السعيد، مؤكدا أنه يجسد تلاحم العربية لإجهاض مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة. فيما أشاد عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس بإعلان التحالف، مؤكدا أن استعادة الدولة من الحوثيين ليس مجرد رغبة لكنه خيار وحيد للشعب والشرعية. بدوره أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني انطلاق مرحلة حاسمة من معركة اليمن في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني، وقال عبر حسابه في تويتر إن هذه المرحلة الحاسمة تستوجب توحيد كافة الطاقات والجهود تحت مظلة الشرعية والاصطفاف خلف الجيش الوطني والمقاومة. وأعلن تحالف دعم الشرعية إطلاق عملية في كل المحاور والجبهات باسم اليمن السعيد لتحرير الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن هذه العملية ليست عسكرية بالمفهوم التقليدي. ومن محافظة شبوة قال العميد ركن تركي الملكي المتحدث باسم التحالف، قال إن تحرير كامل المحافظة من الميليشيات الحوثية لحظة تاريخية لليمن واليمنيين. يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد
والتي انطلقت صباح اليوم في كافة المحاور وفي كافة الجبهات. هذه العملية العسكرية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري اللي هو الحرب، ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار بإذن الله تعالى، ليصبح اليمن في المصفوفة الخليجية في مجال التطور والنماء والازدهار. الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة. هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل. اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة، يستحق أن يعيش أهل اليمن وأن يقدموا على ما قدموه من تضحيات أن يكون في مصاف الدول الخليجية بإذن الله تعالى. أهلنا في شبوة، أهلنا في اليمن، أنا أتشرف اليوم أن أكون في محافظة شبوة وأن أشارك في هذه اللحظات التاريخية، كما أعلن سعادة المحافظ من تحرير كامل محافظة شبوة من قبل الميليشيا الحوثية بعد أن نكلت بالمدنيين والمواطنين في هذه المحافظة. هذه المحافظة التي جمعت اليمنيين، واسمحوا لي في البداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإلى فخامة نائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب اليمني الشقيق، وإلى أهالي محافظة شبوة في تحرير هذا الجزء الغالي من اليمن الشقيق. وكان تركي الملك المتحدث باسم تحالف في دعم الشرعية في اليمن قد وصل الثلاثاء إلى شبوة بعد اكتمال تحريرها، والتقى المسؤولين العسكريين والمدنيين في المحافظة، في مقدمتهم محافظ شبوة عوض العلقي. في أقصى الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث يتقدم الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة، نحن هنا في المتارس التي كانت تعد متارس متقدمة للميليشيا الحوثية، وحاولت من خلالها التوغل في عمق الصحراء إلى مركز محافظة مأرب وإلى مديريات متقدمة من محافظة مأرب. هذه القرون التي تبدو بالصورة هي قرون ملعاء في مديرية حريب، وخلف هذه السلسلة الجبلية توجد مديرية حريب التي قدمت إليها قوات العمالقة اليوم. تلك التباب الوسطى هي معسكر أمريش الاستراتيجي الذي يفصل بينه وبين الجيش الوطني 3 كيلومترات فقط، وأيضا هذه مواقع اللجمة أقصى جبال البلق الشرقي التي تقدمت إليها الميليشيا الحوثية، وبإحكام الجيش الوطني السيطرة على هذه المواقع يكون قد عزل الميليشيا الحوثية المتقدمة في سلسلة جبال البلق والمناطق المحيطة بها. سيكون معنا اليوم العميد خالد يسلم قائد اللواء 107 ليحدثنا عن الانتصارات بصفته قائد هذا الموقع المتقدم. في هذا القطاع استطاعت القوات المشاركة فيه من مختلف الوحدات ومن المقاومة الشعبية من أبناء مأرب أن تتقدم أكثر من 15 كيلو من حيث كانت، وبحمد الله تساقطت أمامنا جميع فلول العدو المجوسي البقيض منهزمة باتجاه أمريش، ونحن لازلنا متقدمين، وبإذن الله تعالى عن قريب سيتم طردهم مما تبقى من الأرض التي مسؤولين عليها في القطاع الجنوبي لمحافظة مأرب. بالنسبة للمعنويات هي مرتفعة جدا، وزادت رفعتها بتقدم القوات العمالقة الجنوبية التي أتت من اتجاه عسيلان واستطاعت أن تؤمن كتفنا الأيسر. أصبحنا الآن في أمان من نيران العدو من الجانب الأيسر، ونحن متقدمين نصوب هدفنا الذي أوكلت إلينا مهمة تحريره، وهو البلق الشرقي وما حوله من المناطق التي سيطر عليها الحوثيين. إذن هذه المعنويات المرتفعة للجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وبعد أن بينا في الصورة المواقع التي تقدم إليها الجيش الوطني واستطاع أن يحصل على المتارس المتقدمة للميليشيا الحوثية وأن يتقدم إلى مواقعها في جبال ملعاء وأيضا بالقرب من معسكر أمريش، ويواصل التقدم لتطويق الميليشيا الحوثية المتقدمة في الجبهة الجنوبية لمأرب. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث، جنوب مأرب. اعتبر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن الانتصارات الكبيرة في شبوة ومأرب تفتح مرحلة مختلفة في معركة هزيمة المشروع الإيراني في البلاد، مضيفا أن مرحلة حرية اليمن السعيد هي مرحلة توحيد الصف وتسخير كل الطاقات
استكمال استعادة الدولة. عبد الملك أضاف أن الشعب اليمني لن يقبل بأي مشاريع تحاول طمس هويته وتحويله إلى منصة لابتزاز العالم خدمة لأجندة إيران. أعلنت مجموعة من الباحثين الفرنسيين إطلاق منصة ديفاكتو لمكافحة التضليل الإعلامي، وهي المساهمة الفرنسية في مشروع أطلق على النطاق الأوروبي. المبادرة وليدة جهود بذلتها وكالة فرانس بريس ومعهد العلوم السياسية في باريس تلبية لنداء أطلقته المفوضية الأوروبية، يهدف إلى إنشاء 8 مشاريع تجمع خبرات جامعيين وخبراء في التطوير على الاستعمال الصحيح لوسائل الإعلام ومكافحة التضليل الإعلامي في 15 بلدا. ويتوخى أصحاب المبادرة بأن تكون هذه المنصة مستقلة عن المؤسسات وعن الحكومة، وستتولى نشر عمليات تدقيق في صحة الأخبار وشرح أساليب تزوير المعلومات والتحقق منها. في العراق، رصدت وزارة الداخلية العراقية نحو 8000 شائعة خلال العام الماضي. أضافت الوزارة أن الشائعات تنوعت بين أمنية وسياسية وانتخابية وصحية بل واقتصادية. كما أشارت الوزارة إلى أنها تواصل العمل على معالجة هذه الشائعات والتعامل معها بمبدأ إيضاح الحقائق للرأي العام، مؤكدة أن نسبة المعالجة لهذه الشائعات بلغت نحو 80% من قبل الأقسام المختصة. يعني حسب منطوق الخبر أقدر أتأكد منه إذا أعطته أكثر من قناة، يعني مثلاً خبر أعطته قناة الحدث ورجعت قناة العراقية أعطته، فأنا حتأكد من الخبر يكون صحيح. الخبر لما ينتشر على أكثر من بيج فبهاي الحالة أنا راح أقول إنه هو هذا الخبر صح. مرات يعني أنت يعني بنفس الساعة اللي تصفح بيها تلقى موقع ينفي الخبر وموقع يأكد الخبر، فهاي صراحة مشكلة. مفروض أكو رقابة، أكو حساب. يعني أنا مجربها أو بواقع تكون موجودة أنا مجربها، فشوفها إذا خطأ أنا أعرفها خطأ لأن أنا موجود بهذا الحدث، وأكو أحداث أنا يعني ما تدخل العقل فما أصدقها. دائما يعني أحاول ما أصدق الأخبار اللي تنزل من خلال أي بيج، لازم موقع رسمي لقنوات معينة لأن دائما هي تكون الأصح. يعني تقريبا هسه هي حتى الأخبار التواصل الاجتماعي أكثريتها كاذبة بسبب الصفحات الوهمية وبسبب هواي أمور المعروفة المنتابعين والمنتابعين. يعني من بغداد أرحب بضيفي العميد نبراس محمد علي، مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العراقية. صباح الخير سعادة العميد. والتضليل الإعلامي والشائعات ليست حصرا على العراقيين لتعدد منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الزائفة كما قال بعض المستطلعين. قبل السؤال عن طرق معالجة هذه الشائعات، دعنا نتحدث عن أي النسب كانت أكبر، الشائعات السياسية الانتخابية الاقتصادية أم ماذا من خلال رصدكم؟ طبعا نعم، صباح الخير عليك سيدتي، وصباح الخير على كل الأخوة المشاهدين، صباحكم خير إن شاء الله، وصباح تحية معطرة من بغداد المحبة والسلام إلى كافة مشاهدي القناة الوطن العربي بشكل أجمع. أهلا بك. نعم، احنا في قسم محاربة الشائعة، ومثل ما تعرفين سيدتي أن الشائعة هي أحد أخطر الحروب النفسية التي تؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني وأيضا تفريق المجتمعات بصورة عامة والتفكيك وإزاعة الفوضى داخل البلدان. في بلدنا الحبيب قام حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم وبإشراف مقدم اللواء الدكتور سعد مع المحترم بقسم محاربة الشائعات بعملية بحث وأيضا الاعتماد على الأساليب الفنية الحديثة لرصد الشائعات ومن ثم تحليلها وأيضا إعطاء رصد المواقع التي تروج بأكثر من هذه الحالة ورفع التقارير إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم من خلال أن هنالك مادة قانونية في القانون العقوبات العراقي اللي هي 179 تحاسب على أنه مثيري الأخبار المضللة والشائعات. أمن على هذا المحور كمحور هو محور شرطوي، عمل شرطوي بحث. المحور الثاني هو محور الوقاية من مبدأ الوقاية من الجريمة، أمنا كقسم للتوعية والعمل على الإذكاء المجتمعي. سيدة العزيزة، دائما الشائعات
تنشط وتلقى أرض خصبة عندما يكون هناك قلة في الوعي، قلة في التعامل وفي التعامل مع المواقع التواصل الاجتماعي باحترافية، قلة المعرفة بالعالم السيبراني، من قلة الثقافة نرى أن هناك انتشار للشائعات كالنار في الهشيم. نعمل على مبدأ التوعية والإذكاء المجتمعي لكي يصبح المواطن هو محارب للشائعة ولديه ثقافة، ودائما نوجه رسالتنا إلى المواطنين من خلال تجوالنا في مفارزنا في العاصمة والحبيبة بغداد وأيضا المحافظات على أنه عدم الانجرار مع الأخبار الكاذبة والمضللة والذهاب إلى المواقع الرسمية الرصينة المعترف بها التي تعطي الخبر بصورة دقيقة. دائما كقسم محاربة الشائعات التي عندما نرصد الشائعات المهمة والتي تصل إلى مستوى يجب التدخل فيه ننسق مع يجري التنسيق بالمباشر، لأن عامل السرعة هو عامل مهم، يجري التنسيق بالمباشر مع الجهات المختصة التي روجت عليها الشائعة لمعرفة الأخبار وأيضا إيضاح الخبر الصحيح وإن كان في ساعات متأخرة من الليل، لأن عامل السرعة هو عامل مهم في القضاء على الإشاعة وأيضا نكسر القاعدة الرئيسية التي تقوم عليها الإشاعة وهي الأهمية والغموض. نكسر الغموض برصد ورصد الشائعة وإعطاء الخبر الصحيح من مصادرها الموثوقة. نعمل باستمرار وبالتعاون أيضا مع الجهات المختصة، هيئة الإعلام والاتصال، أيضا المنصات الموثوقة والقنوات الفضائية، نعمل على بث الأخبار بسرعة لكي نكذب ونقطع مسير الشائعات التي تضر بالمجتمع وتؤدي إلى التفرقة وإشاعة روح الخطاب الكراهية والآثار السلبية التي تنشأ من خلالها. نعم سيدي. من بغداد عبر الهاتف العميد نبراس محمد علي، مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العراقية، شكرا جزيلا لك سعادة العقيد على هذه الإيضاحات الوافية التي تفضلت بها. نبقى في العراق، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية إفادتها بإقدام مراهق على قتل 5 من أفراد عائلته في محافظة النجف جنوب البلاد. ذكر مصدر أمني أن المراهق قتل والديه وشقيقه الأكبر، فيما نقلت شقيقته إلى المشفى وهي مصابة برصاصات في بطنها. وأوضح أن المراهق أقدم على هذه الجريمة بسبب تعاطيه المخدرات. من جانبها عثرت الشرطة على المراهق وهو يحمل سلاح الجريمة، حيث سلم نفسه على الفور دون اشتباك. الآن وصلنا إلى نتائج التصويت على سؤال طرح أمس على منصات الحدث التواصل الاجتماعي، يقول: هل ستنجح إيران في إيجاد ثغرات لتتدخل في تشكيل الحكومة العراقية؟ إجاباتكم جاءت على الشكل التالي على تويتر: 72% قالوا نعم، 28% قالوا لا. النتائج على يوتيوب كوميونيتي لم تختلف كثيرا: 75% قالوا نعم و 25 قالوا لا. في نشرة صباحية بعد قليل. أمام انهيار العملة الكارثي، اللبنانيون يستغنون عن سلع غذائية أساسية.
التظاهرات في العام الجديد والتي دعت إليها لجان المقاومة. توجهت إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية. بيان رسمي للشرطة تحدث عن متفلتين، من يقصد تحديدا؟ ما حدث أمس هي مجزرة حقيقية. هل للشارع مسؤولية في هذا الأمر؟ لا يمكن أننا نحتمل تجربة فاشلة نظيفة لتجاربنا الفاشلة السابقة. يعني أشكال من العنف، وهذا العنف بدأ يأخذ مناحي شبه ممنهجة. هل ثمة أصداء لهذه التظاهرات؟ داهموا المبنى وظلوا يبحثون عني، اقتحموا المكتب وقاموا بالاعتداء على المصورين وعلى المنتجين. 54 قتيل حتى اليوم، والبعض يتحدث عن أفق الحل، من أين يبدأ؟ ما الذي يفهم من الموقف الأمريكي الآن؟ ما الرسالة؟ ما أعتقد الرسالة هذه يعني معني بها دكتور عبد الله حمدوكي. أنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء. برأيكم هل هذه الاستقالة ستكون مدخلا لحل الأزمة السودانية أم بالعكس؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. خرج اللبنانيون إلى الشوارع في مناطق عدة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وأحرقوا إطارات السيارات في وقت فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 15% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، مما يزيد من الضغوط المستمرة على اللبنانيين منذ أكثر من عامين، ما أدخل غالبيتهم دوامة اقتصادية قاسية. وقد أغلق سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس ما بين 32 و 32 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى عتبة 33 ألف ليرة. أزمة الدولار فرضت على اللبنانيين نمطا استهلاكيا جديدا، فاستغنوا عن سلع غذائية أساسية. نتابع. كتير من السلع استغنينا عنها أكيد، مثل مثلا الأجبان، الألبان، قسم كبير من اللحوم، الحلويات، هودي أشياء صارت يعني مثل الكماليات، بطلنا نجيبها مثل ما كنا نجيبها قبل، أو صرنا إذا منجيبها منجيبها بشكل كتير يعني أول الشهر وقتها بينزل القبض. يعني ما بقى عنا ثقة للي عم يدعو للتحركات بالشارع، لأنه صار كله مسيس، فما بعتقد أنه رح نوصل لمحل مع هودي الناس. إجمالاً كتير أساس استغنينا عنها، يعني أكتريتها كلبس، كبارفانات، كأخبار يعني الواحد بنعوزها، بس هي منا أساسية لكل يوم. في أشياء استبدلناها بنوعيات أرخص ببراندات تانية، بس إنه يعني بس تنقدر نأمن الأساسيات يلي نحن عايزينها كبيت. لا إنه تعبنا يعني كل الوقت ثورة ومشاكل وأخبار ومش عم نوصل لأي محل، ما في ثقة بشي، ما بشارك بشي. استغنينا على كل شيء، ما بعم ناكل لا دجاج لا لحمه، مضينا لبنه ومنشتري اللبنه 200 جرام 250 جرام. تعا يا ابو علي خبره، تعا شو بدك يعني؟ ايش اصلا اللي معاشنا لندفع كهرباء وتليفون، واذا مرت شي ولد راحت شو بدكم بعد؟ في سلع كثير استغنيت عنها لانه ما قدرت اجيبها، وكنا نشتغل لي 7 سنين بلا شغل، يعني أنجا نقدر نجيب الخبزات بهالأيام. إيه أنا بشارك مع كرمال لصالح الناس الجوعانين المعطرين أنا معهم، بس هيدي هي أنجا عم ناكل زيت وزعتر، هودي الزيتات من سنة الماضية اللي قبلها مخبيينهم عم ناكلهم، بس تكون مظاهرات حقيقية ما يدخلوا على الخط هالزعران يلي عم بفشلوها وعم بشيطنوها. يعني بحاجة صرنا ماسة لثورة شعبية تنفض كل شيء.
أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحق حاكم المصري في المركزي رياض سلامة الملاحق جنيا من قبل سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ. تأتي الخطوة بعد دعوى قضية في قضية فساد تقدم بها محامون تتهمه بالاختلاس والتقصير في أداء الواجب خلال انهيار لبنان ماليا. مصادر قالت إن النائب العام الاستئنافي سيستمع يوم الخميس القادم لإفادة سلامة وإزاء استفحال الأزمة الاقتصادية. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الإمارات ستنضم إلى صندوق قررت فرنسا والسعودية إنشاؤه لمساعدة الشعب اللبناني، مضيفا أن هذا التطور سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق غدا أو بعد غد بمساهمة من الإمارات. من دبي انضم إلينا الناشط المدني السيد وليد فخر الدين. سيد وليد صباح الخير، أهلا بك معنا في النشرة الصباحية، وبداية كيف تعلق على ما جاء المستطلعون في الشارع اللبناني على ذكره من صعوبة المعيشة والحصول على سلع غذائية أساسية على وقع الانهيار الاقتصادي؟ بداية صباح الخير. صباح النور. حجم الانهيار الاقتصادي أصبح سريعا جدا بشكل أنه لم يعد اللبنانيين باستطاعتهم التعامل مع هذا الانهيار الاقتصادي الكبير، في ظل أنه أصبح عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر أي أقل ب 2 دولار بالنهار الواحد نسبة كتير عالية من المجتمع اللبناني، قد تصل إلى أكثر من نصف المجتمع اللبناني، والناس في لبنان أصبحت واعية تماماً أنه الأزمة الاقتصادية سببها الأزمة السياسية في لبنان. البعض بعده مقتنع أنه الشارع هو الحل، البعض الآخر ما عاد مقتنع أن الشارع هو الحل، كون يعني منذ 17 أكتوبر 2019 والمظاهرات والحركة الاحتجاجية ما قدرنا نعمل تغيير بالحجم المطلوب أو حتى تصحيح للسياسات النقدية. في وقت هناك دائما نوع من التزاكي على اللبنانيين، كان أخر التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان نوع من الأشياء الغريبة جدا، حيث تقوم يشتري منك المصرف أو يعطيك دولاراتك على 8000 ليرة ثم يبيعك دولار على 24000 وتقوم أنت ببيعه في السوق السوداء على 30000 أو 32000 حسب سعر اليوم. هيدي كلها نوع من أوبر مورفين ولكن دون حل للأزمة الاقتصادية. لبنان دولة مفلسة، الحل يبدأ يعني ولكن حكومة لبنانية مستقلة تستطيع أن تتحدث إلى المجتمع الدولي، وأكيد سياسة ما بتقوم على عداء وفتح الاشتباك مع كل دول العالم التي عادة ما تساعد لبنان. طيب سيد وليد، الانتخابات تقترب في لبنان ويبدو من ملامح ما يتم الاستعداد له أنها قد تعيد إنتاج هذه الأزمة، والشارع لا يعول على الاحتجاجات والمظاهرات كونها لا تصل إلى أي مكان، إذن ما سبيل خلاص اللبنانيين؟ أعتقد أن الانتخابات النيابية القادمة بشهر 5 بشهر ماي أساسية جدا، باعتبار أنه حسب استطلاعات الرأي، حسب الأرقام التي نراها، حسب ردة فعل الناس، نعتقد أن هناك تغيير كبير سيحدث. هذا إذا ما استطعنا أن نكون يعني دون ما أن يخترعوا لنا أو يقوموا بافتعال أزمات أمنية في لبنان كما حدث منذ أشهر في الطيوني أو غيرها من الأماكن. ما نعول عليه هو أن يقوم الشعب اللبناني بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات، لأنه حقيقة لم يعد لدينا طريق آخر إلى الانتخابات، كون الثورة الشعبية في وجود حزب الله الذي هو التنظيم المسلح الذي يحمي هذه المنظومة غير ممكن، ونحن شفنا كيف استخدم العنف علينا في المظاهرات. طيب ماذا عن قواعد حزب الله في لبنان؟ يعني هي جزء من معايشة هذه الأزمة الاقتصادية، هل يمكن أن تحدث تغيير في الانتخابات القادمة؟ الحقيقة أنه حتى حزب الله يعتمد يعني في جزء من جمهور حزب الله هو مستفيد اقتصاديا من حزب الله، ولكن كان هناك الجزء الأكبر من هذا الجمهور هو مؤيد سياسي. اليوم نرى هناك تحولات أساسية، لا أقول أنه تحولات جذرية ولكن تحولات أساسية في هذه البيئة الحاضنة التي بدأت ترى أن حزب الله هو أحد أسباب
الأزمة الاقتصادية، وهو الذي يحمي هذه الطبقة وهو الشريك في عمليات الفساد. وهذا بدأ موجود حتى في الشارع ما نسميها الشارع الشيعي المؤيد لحزب الله، أو كان ضمن حاضنة حزب الله. هناك تغيير إضافي، أن النقطة الأساسية بهذا المجال أن حلفاء حزب الله، حزب الله تحكم في لبنان وتحديدا ما بعد انتخابات 2018 من خلال حلفائه، من خلال رئيس الجمهورية ومن خلال حلفائه الآخرين. هؤلاء الحلفاء أصبحوا ضعفاء جدا وخسروا الكثير من شعبيتهم. على الأقل ما سنستطيع أن حققه في الانتخابات القادمة عدم السماح لأي من الأطراف السياسية بأن تكون لها أكثرية نيابية وتتحكم بالبلد. نحاول استعادة سياستنا الخارجية، نحاول وقف هذا الدمار المركز ضد العلاقة مع الامتداد العربي وتحديدا مع دول الخليج، مع السعودية والإمارات والكويت والبحرين وغيرها. يعني هذا كان محور يستحق أيضا النقاش ما يتعلق إلى أي درجة اليوم اللبنانيون يدفعون ثمن السياسات الخارجية التي انعكست على وضعهم الاقتصادي والمعيشي. ولكن انتهى وقت المداخلة. من دبي الناشط المدني السيد وليد فخر الدين، شكرا جزيلا لك على كل الإيضاحات التي تفضلت بها معنا. أشكرك. توقعت وكالة الأدوية الأوروبية أن يحول انتشار المتحور أوميكرون، يحول وباء كوفيد-19 إلى مرض متوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه. أعربت الوكالة عن شكوكها بشأن إعطاء جرعة لقاح معززة رابعة، مؤكدة أن تكرار منح الجرعات ليس استراتيجية مستدامة، رغم أن المتحورة أوميكرون تبدو أكثر عدوى من المتحورات الأخرى. إلى أن دراسات أظهرت انخفاضا في خطر دخول المشفى بعد الإصابة بهذه المتحورة، يقدر أنه بين ثلث ونصف الخطر مقارنة بدلتا وفق وكالة الأدوية الأوروبية. وكان هانز كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أكد أن التوقعات تشير إلى أن نصف سكان القارة يصابون بمتحور أوميكرون، وسيصابون بذلك خلال 6 إلى 8 أسابيع. At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation forecasts that more than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks. Data collated in recent weeks confirms that Omicron is highly transmissible because the mutations it has enable it to adhere to human cells more easily. And it can infect even those who have been previously infected or vaccinated. يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيواجه أياما صعبة عقب موجة انتقادات لاذعة طالته على خلفية دعوة سكرتيره الخاص 100 شخص إلى حفل في حديقة مقر رئاسة الوزراء خلال فترة الإغلاق الأولى التي شهدتها بريطانيا بداية جائحة الكورونا. وقد ظهر الشهر الماضي مقطع فيديو يظهر طاقمه يضحك ويمزح بشأن الحفل الذي أقيم في عطلة عيد الميلاد عام 2020 الذي تزامن مع فترة الإغلاق، وهو حفل من ضمن مجموعة حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء في وقت فرضت فيه قيود صارمة على البريطانيين وصلت حد ملاحقة الشرطة للمخالفين، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام كما دعت أحزاب معارضة إلى فتح تحقيق في المعلومات. المزيد عن الوضع الوبائي في بريطانيا مع الزميل مصطفى زارو. وضع وباء كورونا في تراجع ملحوظ في بريطانيا، حتى وإن لا تزال الإصابات اليومية مرتفعة بالمقارنة بذروة الموجة الأولى أو الثانية. معدل الحالات اليومية على مدى أسبوع تجاوز 171 ألف إصابة، أما الوفيات فتصل إلى 190 وفاة في اليوم. مرضى المستشفيات يزيد بأكثر من 2000 شخص يومياً، واقترب عددهم من 19,000 مريض، منهم 840 مريضاً في قسم الإنعاش. سلالة أوميكرون الأكثر اعتدالاً من دلتا وراء ارتفاع الحالات، وتأمل الحكومة أن تكون بريطانيا من أوائل الدول التي تتعلم التعايش مع الوباء. طلب قادة من الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي الشؤون والعلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب
الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض إعادة دمج نظام الرئيس السوري بشار الأسد في المجتمع الدولي دون إصلاحات ذات مغزى تظهر المساءلة وتعكس إرادة الشعب السوري. وحثت لجنة شؤون العلاقات والشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ بايدن على استخدام آليات الردع القوية والإلزامية في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا من الحزبين للحفاظ على أو من الحزبين للحفاظ على عزلة النظام السوري. قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا صادما أمام مجلس الأمن يوثق حجم مأساة سوريا، حيث قال إن 90% من الناس يعيشون في فقر، 60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى عدم توفر رعاية طبية لائقة لنحو 8 ملايين شخص. زيادة على ذلك، وجود نحو 6 ملايين من مجموع 9 ملايين سوري يعيشون في خارج مناطق النظام بحاجة لمساعدات إنسانية. التقرير الذي حصلت الشرق الأوسط على نسخة عنه قدمه غوتيريش للمطالبة بتمديد القرار الخاص بآليات المساعدات الإنسانية لستة أشهر أخرى. حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مجاعة بعد أن بات خزان القمح السوري فارغا، فأزمة الخبز باتت تورق حياة السوريين في منحى تصاعدي غير مسبوق مع تراجع قطاع الزراعة وانهيار العملة السورية والعملة التركية المتداولة في مناطق نفوذ تركي، إضافة إلى تحكم التجار المحتكرين والسلطات المسيطرة على الأراضي السورية بقوة الأهالي. في سوريا أيضا تتزايد معدلات الجريمة والقتل العمد في مناطق سيطرة النظام جراء اجتماع لعدة عوامل من بينها الانفلات الأمني، وقد وثق المرصد السوري عددا من هذه العوامل. من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. صباح الخير رامي، أهلا بك معنا في النشرة الصباحية. والانفلات الأمني واحد من عوامل عدة تساهم في زيادة معدلات الجريمة في مناطق سيطرة النظام، هل هنالك رصد لهذه الحالات؟ وإن كان هنالك أيضا عوامل أخرى يمكن أن تطلعنا عليها رامي؟ نعم، صباح الخير. طبعا بشكل قطعي منذ بداية هذا العام 7 حالات على الأقل جرى قتل فيها 10 أشخاص من قضية الانفلات الأمني وازدياد نسبة الجريمة. نتحدث عن الجريمة الجنائية التي تسبب بالقتل، نتحدث أيضا ليس فقط عن جريمة القتل، نتحدث عن ازدياد نسبة السرقات في مناطق النظام بشكل كبير جدا، نتحدث عن ازدياد يعني رغم أن الفقر والمجاعة يعني بحسب تقارير الأمم المتحدة وحسب توثيق المرصد وصل الأمر إلى وضع مزري، ازدياد ترويج المخدرات بين الشباب. تلاحظين الآن في مناطق النظام شقين، شق فاسد، شق لديه أموال لا أعلم من أين أتى بها، لديه أموال وكأنه يعيش في أغنى بلد أوروبي، والغالبية الساحقة لا تملك حتى سعر ربطة الخبز الذي هو 250 ليرة سورية الخبز المدعوم. يعني على سبيل المثال أحد السيدات قالت لأحد الأشخاص يا أخي لا أريد شيء، أريد فقط
خبز لأولادي، لأني لا أملك ثمن هذا الخبز في مناطق النظام التي تعيش حالات فقر كبيرة جدا. وبحسب الأخبار الخبز أيضا قد لا يكون موجود بعد حين. فراغ خزان القمح السوري، احتكار السوق من المحسوبين على النظام، انهيار العملة في مناطق سيطرة النظام، هل كل هذه الأمور تعني اقتراب السوريين من مجاعة حقيقية؟ لماذا في نحن يعني الأمر، مفتاح هذا الأمر بيد بشار الأسد تحديدا. إذا ما أصدر بشار الأسد أوامر بالإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين ينتهي قانون قيصر الذي بموجبه أو يتزرع به النظام بسبب يعني تجويع السوريين. اليوم الفاسدين من جماعة النظام يركبون أغلى السيارات في العالم تدخل إلى سوريا، بينما الشعب السوري يعاني من مجاعة حقيقية وتجويع حقيقي. حتى الموظف السوري الذي يحتاج إلى 700 و 900 ألف ليرة سورية شهريا هو يحصل على 100 ألف ليرة و 120 ألف ليرة سورية. كيف يعيش هذا المواطن السوري وكيف يعيش عدا ارتفاع كلفة المعيشة؟ رامي، هل هنالك انعدام للخبز؟ يعني انعدام معتمد الخبز يحصل على النظام، على سبيل المثال من على 1000 ربطة خبز، يوجد المواطنون يريدون 1500 ربطة خبز، من أين يأتي الخبز؟ لا يوجد خبز، فيضطرون إن كان لديهم أموال لشراء الخبز السياحي أو الخبز الغالي الثمن وهم لا يملكون سعره. الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون هؤلاء السوريين بلا خبز نتيجة فساد النظام ونتيجة عدم إمكانية شراء النظام. حقيقة الأمر لمحصول القمح لا يوجد أموال بسبب العقوبات، لا يوجد أموال بسبب الفساد. وهنا ندعو بخصوص نتحدث عن الجوع والفقر، وندعو جمهور النظام لتوجيه الرسائل لنظام بشار الأسد، أفرج عن عشرات آلاف المعتقلين تدخل المواد الغذائية إلى مناطق سيطرة النظام. كنت معنا من كوفنتري البريطانية السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك رامي على كل هذه الإيضاحات، يومك سعيد. اعترف نوفاك ديوغوفيتش نجم التنس العالمي بالخطأ الذي ارتكبه وكيله لدى تعبئة استمارة سفره إلى أستراليا، وقال إن وكيله يعتذر عن هذا الخطأ البشري. بيانه يأتي فيما يدرس وزير الهجرة الأسترالي احتمال إلغاء تأشيرة دخوله قبيل افتتاح بطولة التنس والتي تبدأ في 17 من الشهر الحالي، وسط جدل كبير حول حقية اللاعب الصربي في الحصول على إعفاء طبي من متطلبات البلاد حول التطعيم ضد فيروس الكورونا. إلى ذلك أجرى جوكوفيتش تمارينه الأولى على الملعب الرئيس لبطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، حيث يطمح إلى تحقيق رقم قياسي في البطولات الأربع الكبرى بالفوز للمرة 21 في تاريخه. لم تعد جماهير لعبة التنس في بطولة أستراليا المفتوحة منقسمة بين تشجيع لاعب أمام لاعب آخر، بل يمكن القول إن جماهير ونقاد وحتى لاعبي التنس منقسمون حاليا حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا. مفجر هذه الأزمة هو اللاعب الصربي المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش، بعد أن أوقفته السلطات الأسترالية لعدم اعترافها بالإعفاء الذي يحمله من تلقي لقاح لإصابته السابقة بالفيروس، ثم ألغت هذا التوقيف. بلغة الرياضة انقسمت الآراء إلى فريقين، الأول يدافع عن اللاعب الصربي وهم في واقع الأمر رافضون لإلزامية اللقاح، وفريق معارض لمشاركته بالبطولة هم أنصار تطبيق القواعد الصارمة على الجميع لوقف تفشي الوباء القاتل. اللاعب الهنغاري مارتن فوكسوفيتش انتقد تصرف زميله مؤكدا أن صحة الناس لها أهمية قصوى، هناك قواعد تم تطبيقها على الجميع وتنص على ضرورة الحصول على اللقاح. الصحافة انتقدت تذرع جوكوفيتش بالإصابة بالفيروس بغية عدم الخضوع للتلقيح، خاصة بعد نشر صور ظهر فيها حضوره بعض المناسبات في صربيا خلال الأيام التي تلت نتيجة الاختبار من دون كمامة. فوصفت نيويورك تايمز تصرفات اللاعب بالمثيرة للقلق، وبدلا من العزل في فترة إصابته منذ 16 ديسمبر شارك في الأحداث العامة. أما صحيفة الجارديان فقالت إنه كان يعلم بإصابته لكنه استمر في نشر الفيروس
وإن هناك أسئلة يجب طرحها حول الاختبار ومدى صحته. مارتن سامويل كبير الصحفيين الرياضيين بصحيفة ديلي ميل ذهب لما هو أبعد، وصف اللاعب الصربي بالتهديد والكابوس، فهو لم يرفض الحصول على اللقاح فقط بل تجول دون كمامة خلال إصابته. ورغم احتفاء الجماهير العريضة بإمكانية مشاركة المصنف الأول في البطولة، إلا أن هناك من يرى أن البطل الرياضي تحول إلى مدافع عن القضايا المناهضة للقاح، وأن أي نجاح له في ملبورن سيحسب انتصارا لمعارضي اللقاحات. رئيس الوزراء الأسترالي بحث ونظيرته الصربية بحثا أمس الثلاثاء هاتفيا أزمة تأشيرة دخول لاعب التنس الدولي نوفاك جوكوفيتش إلى أستراليا عقب فوز نجم التنس الصربي المصنف الأول عالميا في معركة قضائية للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة. قال مكتب رئيس الوزراء إنهما اتفقا في محادثاتهما الهاتفية على استمرار الاتصالات حول تأشيرة اللاعب، موضحا أن أستراليا تنتهج سياسة متساوية في حماية حدودها خلال الجائحة، وهو ما تتفهمه صربيا، إلا أنها تطالب بمعاملة كريمة لمواطنها وتوفير أماكن للتدريب للمنافسة المقبلة لديوكوفيتش الذي منع من التدريبات في الأيام الماضية. بعد توقف لعامين، عاد منتدى الشباب العالمي للانعقاد بين 10 و13 من يناير الحالي في شرم الشيخ. أبرز محاور هذا العام: العالم بعد جائحة الكورونا، الطاقة والتغيرات المناخية. المزيد حول ذلك مع زميلة رندا أبو العزم. معا من جديد، هذا هو شعار منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. يعود هذا المنتدى بعد توقف لمدة عامين هنا في شرم الشيخ، يناقش على مدار 4 أيام ومن خلال 27 جلسة عدد من القضايا المتنوعة تتصدرها قضايا العالم ما بعد جائحة كورونا، التغير المناخي، الطاقة، الأمن والسلم، فضلا عن الأمن المائي وحقوق الإنسان. هذا المؤتمر الذي يعقد وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة وأيضا وسط ذروة انتشار فيروس كورونا شجع كثير جدا من الشباب للمشاركة في هذا المؤتمر. شباب من 196 دولة شاركوا. من بين هذه الإجراءات الاحترازية عمل مسحات بصورة يومية، أيضا قياس درجات الحرارة، ارتداء الكمامات، واستخدام أحدث الوسائل والروبوتس للتطهير والتعقيم. في الوقت الذي تغرق فيه كازاخستان في الفوضى والعنف عقب اندلاع احتجاجات عنيفة عمت البلاد على رفع أسعار المحروقات وارتفاع الفواتير، غادرت علياء نزار بايفا ابنة الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان التي تملك ثروة طائلة، غادرت البلاد في رحلة للاستمتاع غير آبها بما يجري. وقد تحدثت وسائل أعلام بريطانية عن نقل علياء مؤخرا 300 مليون دولار من ثروتها إلى لندن، كما أصدرت تعليمات لمستشاريها باقتناء عقارات فخمة وبنك خاص وطائرة فارهة. وقد خرجت هذه المعلومات للعلن عندما اختلفت ابنة الرئيس مع 2 من مستشاريها الماليين، اتهمتهما بالاختلاس والاحتيال وفق صحيفة تلغراف. اقتحم راكب قمرة قيادة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بمطار في هندوراس أثناء صعود ركاب، تجاوزا الطيارين
وملحقا الضرر بوحدة التحكم قبل أن يحاول إخراج نفسه من النافذة، ولم يعرف السبب وراء قيام الراكب باقتحام قمرة القيادة أو إذا كان يحمل تذكرة سفر للرحلة وفق صحيفة محلية في هندوراس. صرح شرطيان أمريكيان من الخدمة في لوس أنجلوس بعد أن أثر تعقب البوكيمون على مطاردة لصوص كانوا يسرقون متجرا كبيرا. القصة التي تعود فصول أحداثها إلى أبريل عام 2017 بطلاها هما لويس لوزانو وإريك ميتشل، اللذين جابا المدينة آنذاك بحثا عن شخصيات البوكيمون الافتراضية المحتملة على هاتفيهما. وعندما أطلقت الشرطة نداء استغاثة للتصدي لاقتحام متجر كبير، تجاهل الشرطيان النداء واستمرا في اللعب، وفق ما كشفته تسجيلات لمحادثتهما داخل السيارة وثقت نقاشاتهما حول البوكيمون. ختاما تبقى العناوين مشاهدينا. حكومة اليمن تشيد بإطلاق التحالف عملية حرية اليمن السعيد وتعتبرها مواجهة للمشروع الإيراني. توازيا مع انعدام غير مسبوق للأمن الغذائي، إعلان أممي بمجاعة غالبية الشعب السوري. أمام انهيار العملة الكارثي، اللبنانيون يستغنون عن سلع غذائية أساسية. العراق يرصد نحو 8000 شائع العام الماضي، وأوروبا تطلق ديفاكتو لمكافحة التضليل الإعلامي. قبل أيام من بطولة أستراليا للتنس، اللاعب الصربي جوكوفيتش يعتذر عن خطأ وكيله والقرار للهجرة. دعوات للتحقيق في خرق رئيس الحكومة البريطانية، إجراءات الوقاية من الكورونا في فترة الإغلاق الأولى. انتهت حلقة اليوم من النشرة الصباحية، مشاهدينا إلى اللقاء.